لا انا عندي بيحصل كتير كدمات، ده حاجه بقى شخص، ده سؤال شخصي، دي ايه بقى القصه؟ ده نقص ايه؟ نقص فيتامين سي. لازم فيتامين سي. طيب دكتوره دينا، انت كلمتينا على فيتامين سي وكلمتينا على فيتامين بي وكلمتينا على كالسيوم عشان هشاشه العظم، هنلاقي الكلام ده كله فين؟ الحقيقه شركه بايو ناتشرالز عملت منتج او انتجت منتج غذائي، مكمل غذائي اللي احنا شايفينه انها هوندا على الشاشه، اكثر من رائع يعني. الحقيقه انا مبسوطه جدا جدا ان انا بتكلم عنه، لان فعلا فيتامين هيبقى مهم لكل الستات من جميع الاعمار، رجال كتير، ستات الحوامل مهم ليهم. طيب ألب مالتي فيت هل هو امن؟ امن جدا، لانه مرخص من هيئه سلامه الغذاء. معنى انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء، هنشتري من الصيدليه دايركت، متوفر في جميع الصيدليات. هل لازم روشتة ليه ولا ده سنس ان هو مكمل غذائي مش لازم روشتة؟ ألب مالتي فيت لا، وذاوت بريسكريبشن خالص. لان الفيتامينات احنا هنشوف الكبسوله دلوقتي دي، الفيتامينات والمعادن كلها ووتر سوليبل، يعني الاكسيد او زياده بينزل عن طريق البول. أوكي. ما بتخزنش في الخلايا زي فيتامين د. طبعا فيتامين د مهم جدا جدا لكل حاجه للست والراجل، لكن فيتامين د مش باخده غير لما بعمل تحليل فيتامين د. اوكي. اللي احنا شفناها من دقيقه الكبسوله بيوريكي كل الفيتامينات اللي فيه. من اهم الفيتامينات الانجريدينتس بقى، المكونات كلها الانجريدينتس. عندي فيتامين سي، فيتامين سي مهم جدا لانتاج الكولاجين، فمش هيحصل لنا تجاعيد. ده اللي انا عندي نقص فيه عشان الكدمات. فيتامين سي كدمات. يعني انا التجاعيد هتجيلي بدري. لا 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 لو ايه الحقيقه يا دكتور ما تجاملينيش. مهم الامتصاص الحديد، قلت لي ان الهيموجلوبين عندك برضو نازل شويه، فقلت لك برضو خلي بالك من فيتامين سي عندك، لان الحديد اللي بناكله، الحديد بيتسمى المعدن الملك، مش بيمتص بسرعه، ناكله وينزل على طول. طيب اللي عندهم فقر دم هيجربوا ألب مالتي فيت، لان الفيتامين سي بيساعد جدا على امتصاص الحديد. حلو. الزنك حلو للمعده وبيساعد برضو على امتصاص الحديد، والفوليك اسيد اللي هو فيتامين بي كومبلكس. طبعا عندي كمان كوبالامين اللي هو مهم جدا لانتاج جرات الدم الحمراء، مهم جدا لصحه الدماغ والاعصاب. عندي الكالسيوم اللي قلت ان احنا نقدر نمنع من هشاشه العظم او ندعم عظمنا وندعم كثافه العظم، لان العظم بيتجدد واحنا صغيرين على طول. عظمنا بيتجدد والتلف بتاعه قليل، بعد ما بنوصل بعد ال20 بيتباطأ شويه، بنيجي على ال30 بنوصل لاعلى كثافه عظم، بعد ال30 خلاص العظم ما بينتجش ويبتدي يتفتت، فبتلاقي كل ما بنكبر بنقص. بدري قوي، بدري قوي. بعد ال30 ليك؟ طب بعد ال50؟ لا ده هو بيقول لك ان ال30 بتوصلي لاعلى كثافه، البيك بتاع البيك اللي هي ذروه كثافه العظم. طبعا الستات بعد ال50 بيبتدي يحصل لهم شويه هشاشه عظم. أوكي. لان هرمونات الاستروجين بتقع.